الو الو، يا غزان، اهلين اموره. كيف حالك؟ الحمد لله، شو اخبارك؟ تمام. اقول لك اسمعني، فين كنت امس؟ لقيت هذول مقفل. اصلا كنت بالحج. الحج؟ كنت ما شاء بالحج. الله، تقبل الله ان شاء الله. الله يخليك، تسلم. اي قولي لي، سدت الحج؟ والله انبسطنا يعني كتير. يعني اول شي عملنا برمي حول الكعبة، وبعدين عملنا تاتش للحجر الاسود، وبعدين عملنا ووك بين الصفا والمروة، وبعدين اخذنا الدرينك من زمزم، وبعدين تعرف ضربنا هالستون اللي عمل كتير مشاكل مع الله.